النهارده مجتمعين مع أمناء شباب الأحزاب المصرية بخصوص الحوار الوطني. احنا في الفترة اللي فاتت بقالنا حوالي 20 يوم أو شهر النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتتحرك مع كافة الفئات من المجتمع المصري في جميع دوائرنا علشان خاطر نعرف ايه المشاكل اللي بتواجههم او المعوقات اللي بتواجههم ونقدر نعمل بها تقارير تترفع للأمانة الفنية بتاعة الحوار الوطني وتتعرض على اللجان بكافة المحاور اللي موجودة. تشرفنا بجلسة نقاشية للحوار الوطني اللي دعا ليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتكلمنا في نقط كتيرة قوي تخص البلد من ناحية الحوار الوطني والنقاش فيه. اتكلمنا في بعض المحاور الرئيسية زي النقط المهمة جدا الناحية السياسية الناحية الاقتصادية اللي بتمر بها البلد والعالم كله يعني. اتكلمنا من ناحية سياسية ان احنا لازم نعمل توعية كويسة جدا في الاعلام ان احنا نقدر نعرف الشعب ازاي البلد ماشية في طريق سليم. انا بدوري شاركت بوجهة نظر اقتصادية اكتر وخاصة بالمحور الصناعة في مصر وازاي ان احنا مصر تقدر. كان في مشكور ان احد الزملاء برضو قال ان تم الدراسة على 1200 بند بيتم استيرادهم سنويا بتكلفة 90 مليار دولار وازاي مصر تقدر تبدأ من هذه الدراسة ان هي توفر مصانع وقدرة لانتاج هذه البنود. الدراسة برضو بتقول ان 1200 منتج دول عندنا المقدرة ان احنا نقدر نصنعهم. قدمنا النهاردة من خلال جلسة المناقشة النهاردة للحوار الوطني اتكلمنا عن ملف الصحة وقدمنا بعض الاقتراحات لما يعاني منه المواطن البسيط في تلقي الخدمة العلاجية من المستشفيات الحكومية. اتكلمنا على سبيل المثال في بعض المستشفيات الحكومية منها مستشفيات عين شمس الجامعية زي مستشفى الدمرداش، اتكلمنا عن مستشفى بلاء الدكرور العام، اتكلمنا عن منشية البكري العام.